البنات صافا لاباس عليكم، كلشي بخير. اليوم غنوريكم واحد الكيك الساحل، يعني كيك بحال الكيك اللي كنديروه دائما، انما غنوريه لكم يعني بطريقه زوينه ومختلفه، يعني نبدلو نغيرو شويه. الوغ هنا عندي ثلاثه البيضات طبعا درجه حراره الغرفه ورشه ملح. ها هي عندي هنايا كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال الزيت، كاس السكر طبعا اللي كيبغي الكيك يكون حلو بزاف غيدير 125 غرام. انا ديما كنكتفي كاس، يعني حتى 100 غرام ما كاملش، هادو راه كيوزنوا 100 غرام، انما انا كيف شفتو ما معمرهاش. عندي هنا دو ساشي د فانيلا، واحده بنكهه ديال زهره البرتقال فلور دورانج، وواحده عاديه، يعني ممكن تستعملوا دو ساشي ديال الفاني باش تجيكم النكهه ديال الفانيلا قويه. اوكي، عندي هنايا 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، اولا يعني دو ساشي، شوفوا نتوما حسب الساشي شحال فيه، واش 7 ولا 8 ولا اكثر، مهم ما غتفوتوش يعني 15 16 غرام. انا لان كنشري ديك الباكيه الكبيره اللي كنوريكم هادي، اوكي، باش من بدون ذكر الاسماء باش ما نديرو لا اشهار لا شي حاجه نصدقوا. اوكي، دونك هادي كنشريها، كنبقى ناخذ انا القياس بالميزان عندي، فداكشي علاش قلت لكم بالساشي واقيلا فيه 8 غرام، جوج ساشيات واقيلا عطيتكم 16 غرام، فمزيانه. هنا عندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو، طبعا الا عندكم الكاكاو المر ديروه، انا ما عنديش، فغندير هذا ديال كوبل اولا نسكويك اولا اللي فيه حلاوه يعني فيه سكر. هنا عندي 300 غرام ديال الدقيق الابيض، سهل الكيك، غناخذوا السكر كيف كتعرفوني انا ديما كلشي كنديرو في الخلاط. مع ديك جوج معالق تقريبا اولا ربع كاس ديال الزيت، مع هاد لي ساشي ديال فانيلا لي دو جوجهم، والثاني وهنا غناخد هذاك الكاس ديال الحليب، حاولوا كلشي يكون بدرجة حرارة المطبخ، وغنديرهم في الخلاط. من بعد غنضيف الخميرة هنايا مع الدقيق، نحاول انني نخلطها. صافي، اون فوا غيتخلط عندي هاد الخليط هذا ديال الكيك، غادي نضيف له هاد الدقيق هذا اللي هو 300 غرام، وغنشوف ديك الساعه واش خاصني نضيف الدقيق او لا، لان كيبقى على حسب حجم البيض وعلى حسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. المهم نوريكم القوام ديال الكيك كيفاش خاصو يكون. اما بالنسبه لهذا فغنضيفه غير في واحد النصف الاخير ديال الخليط اللي غادي نحصلوا عليه. يلا ندوز نضربهم ونرجع. كيف كتسمع الفران دايره حتى جاي سخون على 180 درجه باش يكون عندي ساخن مزيان. انا البنات هنايا غادي ندير الكيك يطرب، وفي هاد الاثناء هادي غنمشي نجيب المول ندهنو بشويه الزبده ونرشوه بالدقيق اولا بالزيت اولا اللي كان، ونرشوه بالدقيق ونوجدو صافي، لان الكيك ما كيتعطش باش كيوجد. دونك داو دائما اوبس سرعه قليله، ومن بعد كنضعفو السرعه على حسب باش ما يطرش لنا حتى شي حاجه من هاد المكونات. هنا بعد ما خلطت عندي هذوك العناصر السائله، غادي نجي نضيف هذيك 300 غرام مع كما قلت لكم دو ساشي ديال الخميره ديال الحلويات. انا البنات كيف كتشوفوا هنا راني ضفتها على فوا، يعني في مره ضفت هذاك الدقيق كامل هو البيكنج باودر، فغادي نخلطهم غير بشويه باش ما يطرش لنا الدقيق. 300 غرام راه هي نفسها بالمقاس ديال الكيسه اللي خدينا، هي ثلاثه الكؤوس لان كل كاس فيه 100 غرام، دونك نديرها تخلط فوالا غير بشويه. هنا نحاولوا ندخلوا الهواء للكيك مزيان، غير يبان لنا تخلط وتخلي الهواء، صافي نحبسوا باش ندوزوا. ها هو المول عندي واجد، انا غرب ناس بالنسبه للقوام ديال الكيك فهو هكا، ها نتوما كيف كتشوفوا معايا كيكون شويه ماشي خفيف على القوام ديال الكيك اللي مولفين عاده. اوكي، هانتوما باش يبان لكم القوام، يعني بحال كيف ما عطيتكم المقاس هو هذاك غيجيكم على حسب اللي عطيتكم، يعني الا خديتو المقاس مضبوط نفس الكاس ديال الشاي فراه غتجيكم هي هذه. اوكي، دونك انا هنا دابا شنو غادي نجي ندير، غنجي غناخذ هذاك الخليط اللي عندي اوكي ديال الكيك، وغادي نخوي النص ديالو هنا في القالب، وغنضيف ليه نخلي واحد القياس. اوكي، هانتوما كيف غتشوفوا معايا، هانتوما غادي نضيف غير النص
ديروا هذه الطريقه هذه باش تهنيوا راسكم انكم تبقاو تدوروا لو عندكمش الساعه. نخلي واحد شويه تما يعني داك النصف الفوقاني اللي غيكون هو اللي غنضيف له هذيك جوج معالق كبار ديال الكاكاو. سي بون فوالا. غنجي ناخذ هذه الكميه اللي بقات لي غادي نضيف لها هاد جوج معالق ديال الكاكاو. ممكن ترجعوها في العجان تخلط ممكن غير هكذا يعني بيديكم تحركوها. اوكي نخلط ونرجع. انا غير البنات علاش قلت لكم استعملوا داك الكاكاو المور غيعطي لون يعني ديال الشوكولا نوار غيجي زوين المنظر في الكيك. لما حتى هذا ماشي مشكل. هنا كيف كتشوفوا كنحاول نخلطو مزيان. فوالا سي بون جوبونس راه تخلط. انا غنجيب هاد القالب معصوم اللي عندي. فوالا البنات غنحاول انني ننزلو فوق هاد النص الاخر ديال الكيك بهذا الشكل. كيف كتشوفوا معايا كنحاول نغطي داك السطح الفوقاني. الوغ هنا غتحاولوا انكم تهبطوه مزيان بالسباتولا عاد تكملوا بهذا الشكل هذا. هنا نحاول نغطيو الكيك كامل. فوالا يبان ليكم كونسونطري زعما كنصور او ميم طون في السناب وهذا بقيت راسي غنبقى غنقاد حتى شي تصوار. بغيت نكمل هادي ونمشي نقاد الفيديو ديال السناب. صافي فوالا كيف كتشوفوا البنات كنحاول انني نوزعو هكا بهذا الشكل يعني نغطي ديك الطبقه اللي فوق بيضاء وصافي غندخلو يطيب. طبعا الكيك ما كتراقبوش وما كتحلوش عليه الفرن حتى كدوز واحد 35 دقيقه حتى كتبدا العلامه تشمو انكم تشمو ريحه الكيك عاطيه. عاد ممكن انكم تحلو عليه وتقلبوه قبل هكا ما كتحلو عليه ما والو. اوكي دونك غادي ندخل الكيك للفرن ون قبل ما ندخلو الكيك غنديرو ليه واحد الشوكولا هكا من الفوق باش يعطينا تزيين ويجي مزيون. صافي وغندخلو يطيب ونتلاقاو من بعد نجيب الشوكولا ونرجع نكمل معكم. وهنا البنات عندي هاد الشوكولا هذا ممكن ديرو اي نوع شوكولا عندكم دي بيبي دو شوكولا نوار ولا بلون ولا هذاك الفانيزال اي نوع كتفضلو. اوكي دونك كديرو هكذا غنتوزعو وصافي غندخلها الفرن ونتلاقاو ابخي مني يطيب طبعا نخرج. اوكي سي بون سي بون نديرهم هكا زعما نقلو بينا. اوكي هاهما نحاول حتى يلا البنات غندخل الكيك يطيب ونرجع نكمل معكم بعد ما يخرج من الفرن. راني طفيت على الكيك وخشيت فيها سكين لقيته صافي خرج عندي ناشف سكيفي راها طيبه. صافي غنخليها حتى تبرد. اللي بغى يحمر ليها الوجه شويه يحمرو اللي ما بغاش يخليها هكا. دابا غنخليها حتى تبرد ونزولها من القالب ونوريكم الشكل النهائي ديالها الرائحه.